بسم الله الرحمن الرحيم مسألة اشترت هاجر كتابا بخمسة وسبعون درهما وقصة بعشرة دراهم احسب بالدرهم تمن الكتاب والقصة معا يعني تمن الكتاب والقصة يعني الكتاب زائد القصة تمن الكتاب زائد تمن القصة الوحدات خمسة زائد الوحدات صفر خمسة العشرات سبعة زائد العشرات واحد ثمانية إذا تمن الكتاب والقصة معا خمسة وثمانون درهما دفعت هاجر ورقه نقديه من فئه 100 درهم كم سيرد الى البائع اذا مدت له 100 درهم سياخذ 85 درهما ويرد لها الباقي يعني 100 درهم ستنقص ب 85 درهما نضع العمليه عموديا 0 ناقص 5 لا يمكن اضيف 10 اضيف 1 فالفرق لا يتغير يصبح لدي 10 ناقص 5 5 0 ناقص 9 لا يمكن مره اخرى أضيف عشرة أضيف واحد فالفرق لا يتغير عشرة ناقص تسعة واحد وواحد ناقص واحد صفر لا داعي لكتابته إذن سيرد لها خمسة عشر درهما هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله